صباح الرباح، واحد المنيظر، واحد النبتة جراتني باش نهضر عليها. هاد النبتة هي الدوم، كاين اللي كيقول لها الجماخ، وهاد الدوم كيسموه في العلوم، كاين تسموهم أحادية الفلقة، يعني من الزريعة أو البذرة ديالهم كيكون فيها طريف واحد بحال العلفة ديال التمر. ملي قلنا التمر تفكروا النخلة، وهو يعتبر نخل صغير، نخلة صغيرة، أو كاين اللي كيقول لها نخلة قزم، عن بالمينا. وعرفنا حنا بكري من خلال الشطاطب والوظيفة والدوم. وقبل ما نمشي نشوفوا هاد اللعيبات هاهمايا، كي قلنا عرفنا بكري من خلال الشطابات تاع الدوم، كاين اللي عندها العود، كاين اللي ما عندهاش، من خلال الشاشات اللي كيستعملهم الناس في الصيف، فهمتيني، من خلال الترازات اللي كيستعملهم الحصادة ولا كيستعملهم الناس دابا مناطق اخرى، من خلال القفاف او الموزيت. فهاد الموزيت هذا ديال الشياد ماهو الشلوح، ولكن كاين في المغرب كله، ومن خلال القفاف والقفيفات، هادو كلهم راه مصوبين من الدوم. شوف تبارك الله شحال كاين ديال نبتات الدوم هنا في هاد المنطقة الساحلية جنوب اسفي حدا البحر. اذا هادو الناس كانوا كيمشيو كيتسوقوا كيجيبوا معاهم الدوم للبلاد، للدوار، للخيمه، وملي كيكونوا مريحين كيوظفوا، كيتسمى الوظيفه. الوظيفه وانا كنتفكر واحد السيد هنا من الشياد، ما كفيف، ولكن تبارك الله يدو خفيفه في الوظيفه وكانت شهر بزاف. اذا ماشي غير القفاف والطبوقه الشواريات، البرادع ديال البهايم، الطبوق اللي قلتي، الطبق تاني تيكون فيه السمار، السمار اللي كيديروا الحصير، والحبال، والتلالس اللي كيديروا فوق الجمل. والمهم المنظر الثاني هو ان الثمره ديالها او الفاكهه ديالها، التمره ديالها او الفاكهه ديالها سميتها كيقولوا ليها حب الغاز او حب الغاز. وكاينين شي عشابه كيهضروا عليها بزاف بانها غنيه بالاملاح وبالفيتامينات وبالمضادات الاكسده، لي زونتي اوكسيدون. وحتى في الفن كانت موضوع ديال اغنيه توريه غيوانيه معروفه اللي فين غادي دي يا خويا، فين غادي بيا، واللي كتذب واحد الموال كيقولوا فيه الغيوان، يا من هو باز، يا من هو باز في القفاز، يا من هو فروج، يا من هو فروج على القنطغة ونشر جناحه، يا من هو تليس، يا من هو تليس عطى ظهره للتغراز، عمرني ما ريت الغزال تمشي بالمهماز، وفراخ الخيل عادو سراحه، عمرني ما ريت النخلة تعطي حب الغاز. ها حنا هضرنا عليه، ولكن من المفارقة ان الدوم هو نخلة صغيرة بعد التمر وتبلاحو، يا من هو ديب، يا من هو ديب في الغيب كتر صياحو، واليام اليام ما بتي مالكي هكذا عوجة وبدر مع عوجة والو، اسمع الفالج قال السلام عليكم.